أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر من حد طلب مني طريقة زراعة اليوسفندي أو البرتقال أو الليمون من البذر. الأشجار عموما إحنا ممكن نزرعها من البذر غالبا، لكن بتاخد وقت عشان تطلع، فعادة الناس بتفضل تعمله إنها تروح تشتري شجرة كبيرة أو شتلة على الأقل، يعني شجرة صغيرة، علشان ما تبتديش من الصفر وتاخد وقت. طبعا كل ما الشجرة كانت اكبر بيبقى اسهل بالنسبة لك ان انت تاخد بالك منها. الزرع عموما وهو صغير بيحتاج عناية من نوع مختلف علشان يكبر. لما بيكبر طبعا بيحتاج عناية برضو، انما العناية اللي بيحتاجها وهو كبير بتبقى ازاي اخد بالي من الشجرة، ازاي ان انا اراقب نموها، ازاي ان انا اذا كانت من الاشجار اللي بتتقلم اقلمها ازاي، وهكذا. لكن احنا ممكن نزرع اشجار البرتقال واليوسفندي والليمون والحاجات اللي زي كده، الموالح كلها ممكن تتزرع من البذر. زي ما شفت معايا في الفيديو بتاع زراعة التفاح من البذر، تقريبا نفس الطريقة هي اللي بنستعملها في زراعة الليمون والبرتقال واليوسفندي. انا محتاج ان انا اجيب بذرة الحاجة اللي انا عايز ازرعها، وفي الحالة دي انا زرعت يوسفندي، فاشتريت يوسفندي من الخضر عادي خالص واكلته. بعد كده جبت البذر بتاع اليوسفندي وشلت القشرة اللي عليه من برة. ان انت تشيل القشرة اللي برة ده بيخلي عملية ان البذرة تطلع جدر اسهل، لان القشرة اللي برة بتبقى قشرة صعبة، وربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان الظروف الطبيعية بتاعت ان الشجرة بتطلع وبعدين ترمي الفاكهة بتاعتها والبذر يقع على الارض وياخد وقته، ولما الظروف تبقى مناسبة يبتدي يطرح. انما حيث ان احنا بنزرعها بنفسنا في البيت، فاللي انا بعمله ان انا بشيل القشرة اللي برة دي علشان اوصل للبذرة نفسها اللي هي بتطلع الجدر وبتطلع الساق وتبتدي تطلع لي الشجرة. فباستخدام الصبعين الكبار الإبهامين ممكن ان انا احط ضوافري في الجنب او الفرق بتاع القشرة واشيل القشرة من على البذر. لما اجمع مجموعة كويسة من البذور بجيب علبة بلاستيك وبعدين احط فيها منديل وأبل المنديل ده بالمية، بلل خفيف مش بلل جامد، وأرص البذور على المنديل بحيث ان يبقى بين البذرة وطرف المنديل حوالي 2 سنتي، وبين البذرة والبذرة التانية برضو حوالي 2 سنتي. ال 2 سنتي دي مسافة انا بسيبها عشان ده الطول اللي انا حنقل البذرة لما الجدر يوصل له ان شاء الله. فلما طول الجدر يوصل ل 2 سنتي بالكتير هشيل البذرة من العلبة وابتدي انقلها في الارض.
بعد ما ارص كل البذور اللي عندي احط تاني طبقة منديل وبرضو قبلها تاني بمية، وكل الموضوع بلل خفيف. ما ينفعش ان انا اسيب مية في العلبة، انا بس عايز ان المناديل تبقى مبلولة. اذا المية زادت منك وانت بتحطها فانت ممكن تقلب العلبة بالراحة تنزل المية الزيادة. بعد ما اغطي البذور اقفل العلبة واحكم عليها الغطاء بحيث ان الهواء لا يدخل ولا يخرج. اللي انا بعمله دلوقتي هو ان انا بعمل بيت زجاجي للبذور بتاعتي. ده هيخلي البذرة حرارتها تعلى، وفي نفس الوقت هيبقى عامل دورة للمية بتتبخر تطلع على الغطاء تتكثف وترجع تنزل تاني على المناديل، فالمناديل ما تنشفش. لكن طبعا انا متابع، او حسيت ان المية بطلت تتكثف على الغطاء ابقى عارف ان في هواء بيدخل فالمية بتتبخر، فأخلي بالي وبل المناديل لما يحصل كده. بعد كده احط العلبة في مكان دافي، وده اختلاف تاني عن طريق زراعة التفاح. مش هحط العلبة في التلاجة، هحط العلبة في مكان عادي في مكان دافي. ممكن تحطها فوق التلاجة لو حبيت، ممكن تحطها في أوضة عادي، وفي ناس بتحطها على السور بتاع البلكونة او مكان بيوصل له الشمس. الهدف ان درجة الحرارة تبقى كويسة، تبقى معتدلة. هسيب البذر في مكانه وهخلي بالي منه، وممكن ما بين اسبوعين وشهر على حسب حرارة الجو هاخد بالي ان تحت المنديل ابتديت اشوف لون اخضر، وبعد شوية هاخد بالي ان في جذور ابتدت تطلع هبتدي اشوفها في المنديل. هسيب البذور في العلبة حتى بعد ما الجذور تطلع لغاية ما طول الجذر يبقى على الاقل 1 سنتي، ويفضل ان هو يوصل 2 سنتي. كل ما الجذر يبقى اطول في العلبة ده هيبقى اسهل في ان هو يكبر ان شاء الله لما يتحط في علبة او في قصرية او في ارض او حاجة. وفي نفس الوقت ما ينفعش اسيبه يطول قوي، لان لو طول قوي ممكن وانا بشيله من المنديل وانا بشيله من العلبة الجذر يتكسر. فما بين سنتي واتنين سنتي هو ده الطول اللي انا عايزه. في حالتي انا بزرع البذر في قصرية عشان يفضل موجود في البيت، وفي علبة علشان هيتنقل في ارض بعد كده ان شاء الله. فبحط البذرة اخد بالي ان الجذر بتاعها ما يبقاش متني ولا مكسور ولا حاجة، احطها على سطح الرمل واردم عليها بشوية رمل مش كتير قد البذرة نفسها تقريبا. بعد كده احطها في مكان شمس وابتدي اسقيها. بذرة تانية من البذور اللي كانت عندي في العلبة، البذرة نفسها اتقسمت وطلعت جذر، وفي نفس الوقت ابتدت تطلع الساق. فالبذرة دي انا اخدتها حطيتها في قصرية، دي اللي هتفضل موجودة في البيت ان شاء الله. فاللي انا عملته ان انا دفنت الجذر بتاعها وسبت البذرة بالحتة من الساق اللي طالعة دي في الهواء.
واللي انت شايفه دلوقتي ده المنظر بعد النقل ب 24 ساعة. طبعا لسه مفيش حاجة تتشاف، انما علشان احنا دخلنا في فصل الربيع وده الوقت اللي احنا محتاجين نبتدي نشتغل فيه في الزرع، فانا بوري لك البداية وبعد كده ان شاء الله هعمل تحديثات على زراعة اليوسفي. ونفس اللي احنا عملناه في اليوسفي ده ينطبق على البرتقال وينطبق على الليمون. وأشوفكم على خير إن شاء الله.